حملة انطلقت من القاهرة لتشجيع المصريين على استبدال قيادة السيارات بالدراجات، وتنظم مجموعة من الشباب ماراثون للدراجات من خلال مبادرة تسمى فور بايك، تأسست عام 2012 وتسعى للترويج لثقافة ركوب الدراجات كوسائل انتقال وتعارض قيادة السيارات. وبالإضافة إلى محاولة حل مشكلات المرور في القاهرة، تحاول فور بايك نشر هذه الفكرة كخيار مفيد للصحة وصديق للبيئة. ونظمت المبادرة على مدى العامين الماضيين عشرات من سباقات الماراثون التي يزيد عدد المشاركين فيها وتزيد شعبيتها على مدار الأيام. محمد سليمان مؤسس مبادرة فور بايك: عايزين ننشر ثقافة العجل. طب ننشرها ازاي؟ ابتدينا نشوف البرامج اللي احنا المتاحة عشان خاطر ان احنا نطور الفكرة ديت. ابتدينا نعمل عندنا 3 برامج شغالين عليهم. اول حاجة ان احنا نعمل جولات بالعجل في شوارع القاهرة. تاني حاجة ان احنا بنعمل مدرسة لتعليم العجل، ناس عشر سوق عجل بنعلمهم عجل مرة كده كل شهر، غير الاورنس سيشنز اللي احنا نعملها عن العجل، انواعه وصيانته وازاي تشتري عجلتك والتكنولوجيا دخلت فيها وهكذا. عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل ان يكون في عجلة في كل بيت. وجاءت احدث جولة لمبادرة فور بايك في شوارع القاهرة بعد أيام من مطالبة الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي للمصريين بأن يركبوا دراجات ويسيروا أكثر لمساعدة الحكومة في توفير الدعم الذي تنفقه على الوقود والذي يقدر بمليارات الدولارات كل عام. وتنفق مصر 170 مليار جنيه مصري أو نحو 5 ميزانيتها على دعم الطاقة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من يونيو الجاري. وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تعتزم خفض هذا المبلغ إلى 104 مليارات العام المقبل. وبالإضافة لذلك، قدرت دراسة للبنك الدولي أجريت في عام 2012 أن الزحام المروري الطاحن وحده يكلف الحكومة المصرية ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويا. ونادرا ما يرى أشخاص يركبون دراجات في القاهرة، حيث تشل فوضى المرور والزحام الدائم تقريبا أجزاء كبيرة من المدينة وتكثر حوادث الطرق. وفور بايك ليست المبادرة المصرية الوحيدة للتشجيع على ركوب الدراجات، فهناك جماعات مماثلة تحاول إقناع المصريين بتغيير أسلوب حياتهم واستبدال السيارات بالدراجات. رحاب علاء، رويترز.